فقتل الحسين بأبي هو وأمي، ورفع رأسه الشريف على رأس رمح طويل، وما اكتفى القوم بذلك حتى عدوا على بنات رسول الله، حرقوا الخيام على أهلها، سلبوا ما على النساء، فعلوا ما يريدون. اضطربت الأطفال والنساء بكاء نياح رعب، وكان الزينب تقاسي المصيبة بأبيه وأمي. في ظلام الليل تخرج تذهب تفتش في ساحة المعركة، فتأتي بطفل قد بقر أهل الكوفة بطنه، تذهب ثانية ترجع تحمل طفلة سحقتها الخيل بحوافرها. لذلك وقفت تنظر ناحية جسد مقطع على وجه الأرض أبو علي، تعتذر من الحسين، تقل حبيبي حسين الخيم يا حسين محروقة، وانا هود علي الليل وراسك راح للكوفة، وجثتك رضتها الخيل ابو علي، تقل رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت، وكم مرت علي ليال من العين ما نام، شلون النوم يا ابن امي وهاي ايتامكم هامت، بعض ماتت من الدهشة بعض ظلت تحن بالوه، تقل نص الليل يا ابن امي ولم طفله فقدنا. يقول حميد ابن مسلم وقفت الى جوار فرسي طفله مرعوبه خائفه، تقول يا شيخ هل قرات القران؟ قلت بلى بنية. قالت هل مررت بهذه الآية فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت بلى. قالت وحق جدي رسول الله أنا يتيمة الحسين. قلت لها بنية ألك حاجة أقضيها لك؟ قالت يا شيخ سمعت عمتي زينب تقول إن لنا قبرا بالغر، وينك أبوي علي بن أبي طالب مولاي؟ قالت أريدك أن تحملني إليه حتى أشتكي إليه آلامنا. قال بني بيننا وبين الغر مسافة، ألك حاجة أخرى أقضيها لك؟ قالت وحق جدي رسول الله أنا عطشانة، ثلاثة أيام ما شرب ماي. يقول جبتها على شاطئ الفرات، قلت لها علوية اشرب الماء، انظري إلى الماء كأنه بطون الحياة. اسمع حبيبي، يقول فطأطأت برأسها مدت يدها تناولت غرفة من الماء، أحست ببرودة الماء. اسمع، يقول عاودت النظر مرة ثانية إلي، قالت يا شيخ أسألك سؤالا. قلت ما هو؟ قالت هل سقي أبي الحسين ماء قبل ذبحه أم قتلوه عطشانا؟ قلت بني ذبحوا أباك عطشانا. يقول رمت الماء من يدها لسان حالها، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وأهلي قضوا كلهم عطاش، إيه وأبويا التروب أمسى فراشه،
قلت لها بني ما تريدين؟ قالت يا شيخ خذني إلى جسد أبي الحسين. قلت لها بني ما تصنعي بجسد جثة بلا راس؟ أبوك ما بيه راس يا نور عينيك. قالت يا شيخ لا أريد رأسه، أنا أريد قلب الحنان، أريد قلب الحب، أريد أبويا ياخذني إلى قلبه، إلى أحضانه، إلى صدره. قال لها بني حتى قلب أبيك الحسين استخرجوه بسهم مثلث. جاء بها إلى جسده، رمت بنفسها على جسد أبيها. هاي اللي تقول عنها زينب بلسان الحال: والله نص الليل يا ابن أمي ولم طفلة فقدناها، أثاري فرت بدهشة تحن وما حد وياها. أنا طلعت وحدي أدورها وأدور وين ملفاها، شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمع هيسي. أنا جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني، يا زينب قومي دور وياي راح وين. اه طفلاني طلعنا نفتش الوادي ولا توجد درب عيني، ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم سهل. شحكي لك يا نور العين دهر الشام وزاني، وهضم المجر ولا صار بالمخلوق رواني. أنا شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الكبير على الأخو حاني يضم عن وحوش الليل. تقل للخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح، وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبكاء والناح، وقطرة ماي ما عدنا أخويا وعليلك بين مطروح. ايتام مالي الخيمة وحريم مسلبة وعلي. آخ أبا عبد الله أبو علي أريد أن أعتذر إليك، أنا خارج عنك حبيبي، سامح لي نور عيوني، راح أمشي عنك وأنت بلا غسل بلا كفن بلا مواراة بلا دفن. لكن أبو علي فقط كلمة واحدة أقولها: ما هي زينب؟ قالت خويا لا تقول ما عندي مروه، ولا تقول أني ضيعت الأخوه، أنا مأخوذة يا حسين قوة. لا تشوف الشمر بيا السوى ساط علم توني تلوى. أبو علي بيت الدعاء، أسألكم الدعاء. تقل أخويا
انظر يا خويا في وسط حلقي هالحباب، انظر يا خويا في وسط حلقي هالحبال، وهالناقة العجفة لمالت محملي مال، ومعوقة يا حسين بطفالك والعيال، بلاية ولي يا حسين ببرور خليه، أحسين وبعدك لا